مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم أينما كنتم، أهلا بكم، أحييكم من مدينة تشيرة. عندما تحضر الهزيمة يدق ناقوس الخطر، ما يعني استمرار مسلسل نزيف النقاط داخل الميدان. تطرح العديد من التساؤلات والآراء حول ما يحدث للمتصدر داخل ميدانه. نادي أولمبيك تشيرة في مبارياته الأخيرة تجرع مرارة الهزيمة أمام النادي الرياضي السالمي داخل ميدانه، بعدها رحل إلى الخميسات إذ ضمد الجراح هنالك وعاد بفوز ثمين أعاد الاعتبار، إلى أن فرحة هذا الفوز لم تعمر طويلا، حيث سرعان ما عاد فرسان الأولمبيك ليتجرعوا مرارة الهزيمة من جديد داخل الميدان أمام نادي ستاد المغربي. فيا ترى ماذا يحدث للأولمبيك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محب لفريق أولمبيك تشيرة. أما فيما يخص الخسارة الفايتة ديال أولمبيك تشيرة، احنا كنستغربوا أن الفريق فاش كيدخل كيتعادل ولا أنه كيخسر، وفاش كيخرج خارج الميدان كيربح وكيقدم مباراة ليا رائعة. احنا ما غاديش نلوموا اللعابة ولكن كنلوموا المسؤولين، كاينين بعض المسؤولين تما الله يسمح ليهم، كيف ما غادي نقول بحال قلتي ما كتهمهمش مصلحه النادي، كتهمهمش مصلحه النادي اكثر مما كتهمهم المصلحه السياسيه والشخصيه ديالهم. كنعتبرهم انا هما المسؤول الاول على الخساره ديال النادي، ونتمنوا انهم يصلحوا بعض الامور والفريق راه غادي في السكه الصحيحه. ولا مشى الفريق كيربح برا التيران ويجي لهنا ويتعادل ويخسر كيضيع نقاط ليا بزاف، ودوك النقاط ممكن انها تسبب ليه في ضياع صعود. وشكرا. السلام عليكم ايتما الكيك من المحبين تشيرة. الفرق ذاتي العام ذاتي سكرن زود العام اللي نيتاح وكنا نزود العام اللي نرى العماد باش تقاتلن باش تغلي ان شاء الله باش تدنحي لي التيربي حتى مازيرت نسوس سنت الحسنيه ديال اولمبيك تشيرة. المهم ونرى نفس السيناريو اللي تسكرم العام اللي اتي العام خاصها تربح مع الدريت، خاصها تربح اتي تربح على برا تخسر محت ما زيرت نح اتي غادا اتي لا يمكن اتي لكوني غاد اتي النفس ليلى يلا يتما. المهم تقاتل الديح سنت بروميان سيري العماد ان شاء الله بروميان سيري ايلان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، فاولمبيك تشيرة الموسم هذا تضيع مجموعه من النقاط داخل الميدان، فهذا الضياع ديال النقاط غير مفهوم بتاتا. واش كاين شي مشكل في التركيبه البشريه ولا في العارضه الفنيه؟ للاسف كنشوفوا اللاعبين ديال اولاد المدينه تيتعرضوا للتهميش، واخرهم الحارس المخضرم ايدار اللي تيبقى حابس في دكة الاحتياط لاسباب غير مفهومه. كنتمناو من هاد اللاعبين وجميع المكتب المسير انهم يفيقوا معنا في 10 الدورات الاخيره لتحقيق الصعود ديال القسم الوطني الاول، لان بصراحه هذه المدينه هذه متعطشه باش 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 تحقق واحد الصعود اللي يفرح هاد الساكنه هذا وغادي يفرح الجمهور اللي بصراحه ديما الحلم ديالو الابدي هو الصعود للقسم الوطني الاول، لان هذا الفريق هذا تيستحق انه يصعد للقسم الوطني الاول، وجميع ولا الصيت ديالو ولا معروف في جميع الانحاء المعموره. السلام عليكم كل المحبين اولمبيك تشيرة. المهم غالي بطيت جرونا راه بطيت جرو نتربح على برا نخسر التيران غادي وري الصفراح. المهم راه الدريده تقاتلني في التوني اذكرن المستوى يفوق العام هذا اثنين راه بروميان سيري كلشي المغرب الفلاس اللي سوال الحمد لله لا داخل الميدان لا خارج ارض الوطن. المهم كلشي مايلنا فلاس اللي سوال العام ان شاء الله بروميان سيري الدريده ديك عام الدريده ديك رومعي نفس العام غالي بتسكر بتسكر. المهم غنرسو ان شاء الله العام ان ان شاء الله باش تركني ايه غنوري خدم. اما التغريمينات ترى التغريمينات باش نسولو لك موكلكني التيران الله يجعل بركة. اختلفت الأسباب والآراء لكن المطالب توحدت. الحائل عشاق هذا الكيان يطالبون من اللاعبين ومن مكونات النادي إعداد العدة وإيجاد حلول ومراجعة الأوراق قبل فوات الأوان. ميكروفون خالد بادو، كاميرا سفيان أهبري، أخبار الفجر المغربية، التشيرة.